التغريدات، ليش ما زلت مصر على الوقوع في التكرار من خلال البرامج؟ مين قال؟ تغريدة هنا من أحمد. شكرا لألو لأحمد، بس بعتقد بأنه أحمد منه مقياس كرمال يقدر يقيم تجربة أي شخص. شوفي، كلمات مثل تكرار، كلمات مثل الوقوع فيها، نحن على طول بنحب الدراما آخر شيء. يعني منصفق منصفق منصفق، بعدين بدنا نعمل المستحيل نقنع حالنا أنه فلان هبط أو فلان عمل نوز دايف. بعتقد بأنه لما الإنسان بيكون على مدار 20 سنة من تلفزيون إلى آخر عم تعملي برامج بكتير من شغف، بكتير من محبة ووفاء للمشاهد، هيدا دليل وجود على أسس ثابتة. طب بس يمكن يعني عشان كمان نشوف وجهة نظره، يمكن البعض يقول كده عشان مثلا تكرار نفس الوجوه، عشان أنه دائما أنت في برنامج حواري وإن اختلف الديكور مثلا. لا، أنا أقول لك شغلة، أنا إذا بستضيف محمد عبده هذا الأسبوع، ثم الأسبوع المقبل أعلن بأنه ضيفي هو محمد عبده، ثم بعد أسبوع أعلن أنه محمد عبده، هل أنت برأيك الناس رح يملوا يشوفوا محمد عبده؟ أكيد لا. محمد عبده نجم، عنده جمهور، إذا مشان هيك عم بيعملوا له برنامج أسبوعي، هلأ عم بيعمل برنامج بعتقد رياليتي تي في أو بحث عن مواهب أو النجوم كل ما طلت على الشاشة كل ما كان في لها متابعين ومستهلكين، يعني بيستهلكون. بس احيانا بيسرق من وهجهم كمان. ما بعتقد انه اذا مره بالسنه بعمل برنامج فيه 30 ضيف بختار 30 ضيف من خيره نجوم العالم العربي، بعتقد بانه هيدا هو التلفزيون وهيدا هو الاساس العمل التلفزيوني. طب بس ضيوفك اللي بيجوا، هل بيجوا لانك انت نيشان الاعلامي المعروف؟ هل بيجوا لانهم اصدقاء شخصيين؟ هل بيجوا لانه في مقابل مادي؟ أول شيء بيجوا لأنه في ثقة. النجوم اللي بيجوا لأنه عندهم ثقة فيني، عندهم ثقة بفريق العمل يلي بشتغل أنا وياهن، عندهم ثقة بتجربة إعلامية على مدى سنوات، بيجوا بيعرفوا أنه في احترام لألهم، في رح اتلقاهم من دون ما انتقص من قيمتهم، ورح يطلعوا خارج الاستوديو وهن مرتاحين. يعني إذا بيزينوا حالهم قيمتهم قبل الدخول إلى البرنامج، ولما بيطلعوا لبرا بيلاقوا أنه نفس الوزن أو أكثر. بس أحيانا بيجيبوا العيد معك كمان، يعني أنت في نهاية اليوم برضو تبقى تحصل على مادة لبرنامجك مثيرة. أنا دايما بقول أنه الإعلان بالنون هو العمود الفقري للإعلام بالميم. دايما نتعلم أنه الإعلام هو بغية الترفيه أو الإعلام أو الإقناع، ولكن العمود الفقري هو الإعلان بالنون، يعني الماركتينج. يعني اليوم إذا المبيعات والتسويق منن راضيين على برنامجك سارة، ما بتكوني أنت على الهواء. لذلك الإعلانات يلي بيحصلوا عليها القنوات بيحقلوا للضيف أنه ياخد حصة صغيرة منها، لأنه حقه بالنهاية هو طالع يحكي وعن حياته وعن سيرته عن حاله. أيوة. يحق له كمان يحصل على اتس بزنس. ايوه ليه بيسموها شو بيز؟ اتس شو بزنس. اوكي، اذا كانه يعني طالع بيمثل. طيب خلينا نرجع كمان. لا مش طالع بيمثل، لا انه اجر. ايه اجر، صح، اجر يعني كانه دور عنده مثلا. صح.